مساكم الله بالخير وحلقة جديدة يتجدد فيها اللقاء عبر برنامج اسأل القانون واللي يبث يومياً على تلفزيون دولة الكويت. واليوم حلقتنا راح تكون استكمال للحلقات السابقة في موضوع اختيار شريك الحياة، لكن في البداية خلوني أرحب بالزملاء دكتور خالد الياقوت، مساك الله بالخير، والأستاذ المحامي عبد العزيز العفيصان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أستاذ. موضوع اختيار شريك الحياة وتكملة لموضوع لهذا الموضوع، تحدثنا عن أهمية موضوع اختيار شريك الحياة والسؤال المصيري الأكثر أهمية وجدية في حياتنا كلها. الإجابة على هذا السؤال راح تشكل حياتنا الخاصة إلى الأبد، لأن استنادا على هذا القرار تترتب السعادة أو التعاسة. خلوني أبدأ بسؤال دكتور خالد. دكتور، أحياناً بعض البنات تحس أن فرص الزواج بدأت تقل في حياتها، أو أحياناً ما تكون هناك فرص خلينا نقول مناسبة للزواج تقدم لهذه البنت، فأحياناً تقبل في شخص سيء السمعة أو ما يكون بهذه خلينا نقول ما يكون مناسب أساساً لها، لكن بسبب نظرة المجتمع ولازم أني أنا أتزوج ولأن هذا اللي خلينا نقول الموجود فتقبل بهذا الرجل. شنو رأيك في هذا الموضوع؟ هذا سؤال هام جدا، يتعرض كثير من الأسر لهذا الضغط النفسي من قبل البنات، من قبل الأسرة، الأم، الأب. لما يمضي العمر وتعتقد البنت بأن العمر قاعد يمضي وأن هي تعتقد بأنه القطار قد يكون طافها مثل ما يقال في يعني ركب الزواج، وهي تبي تتزوج مثلها مثل غيرها، لكن مو يعني نهاية المطاف إذا ما تزوجت. في كثير من الأسر، كثير من البنات يتمتعون في جمال وأخلاق وشهادة وكل الأمور الإيجابية موجودة، لكن ما صار نصيب، والأمر هذا يعني قسمه نصيب. إذا حصل الحمد لله، وكانت يعني الله رزقها في زوج، قد يكون هذا الزوج يمكن يمكن يكون سيء، ويمكن يكون نغمة عليها ما تدري، يمكن الله سبحانه وتعالى خاش لها أحسن من هذه الزيجة مثلا. فلذلك يعني الاستعجال، احنا شفنا ومرت علينا قضايا يعني مجرد ما يعني سئل عن اخلاقيات هذا الرجل ووجد بانه سيء الخلق عمر، وانسان سيء الخلق، وانسان عنده ممارسات مذمومه اجتماعيا وسلوكيا، ونصحت البنت بان دير بالك ترى هذا انسان سيء. قالت ما عليكم مني، ما لكم شغل فيني، وأنا أتحمل، لأن بس يعني عمرها صار 25 بعدها يعني، لكن هي تعتقد بأنها خلاص القطار طاف وأنا أبي أتزوج وكذا. وشوف سبحان الله، عقب يعني 18 سنة وهي عايشة في شقة مع هذا الرجل، ما بقى شيء سيء ما سوى لها، بالأخير انفجرت. عقب 18 سنة وعقب تقريبا 5 عيال، بالأخير لجأت إلى المحامي وقالت الخلاص الطلاق، فتطلقت وعاشت طبعا تربي، وهي إنسانة مربية فاضلة، ربتهم تربية وشهادات كلهم عيالها وكذا، حرصت عليهم. لكن الاستعجال في هذا الموضوع، لا تعتقد البنت بأن إن إن القطار راح يطوف، القطار يعني هذا كله يعني بيد الله سبحانه وتعالى، متى ما كتب إن تتزوج تتزوج، إذا الله ما كتب إنها ما تتزوج يعني مو نهاية المطاف. أثمن كلامك وأضيف دكتور خالد على كلامك الجميل بأن موضوع قرار القطار عند الحريم إن القطار طافني هو نسبي. بعض البنات تشوف محيطها أو عائلتها بأن الزواج مثلا مبكر 22 23. طبعا أنا بعد يعني هالمحاكم وعملي في المحاماة بديت أوصل إلى فكرة، طبعا بعد توفيق الله ان قسمه ونصيب الزواج، اكيد اللي تزوجت امهاتنا وجداتنا 15 و14 كانت لظروف المعيشه، يعني انا ذاك يعني الكدح ويعني ظروف الدنيا غير. اليوم لا، احنا لازم بناتنا يخلصون دراسه، لازم اشوف بنتي ناضجه، وهذا دور اولياء الامور الاباء والامهات. ما يصير تاخذ بنتك خذوها فقلوها، ولا خذوه فقلوه، عشان والله أخوك عنده بنت زينة، ولا أختك عندها بنت زينة، ولا رفيجك عنده يعني ولد زين صالح. حلو حرصك على بنتك، ولكن السؤال المهم، القطار متى يطوف المرأة؟ يعني كثير من البنات قعدت له 30 و35، وهذا السن عندنا في المجتمع الكويتي طاف القطار. يا جماعة هو شيء نسبي، لكن
القسمة والنصيب تتقلب على كل ما تريدون يعني. لذلك أتمنى من أخواتي إذا يعني طقبابها واحد زين لا يصير التشرط الزايد، والله لازم يكون عنده ماستر، لازم يكون عنده جامعة، لازم يكون عنده دكتوراه، لازم يشتغل بالنفط بين قوسين. المادة دهورت كثير من الأسر. المتعة الحقيقية والسعادة الحقيقية في ذات الدين، والسعادة الأكثر في الرجل الخلوق. شنو فرحتي أنا راتبه 3000 و 4000 وهو مليون علاقة عنده، ولا يعني كل المخدرات والمسكرات والمحرمات يسويها، شو الفائدة؟ برستيج اجتماعي صار. لذلك أنا أعتقد إحنا المفاهيم مهمة عندنا، وموضوع القطار هذه يعني نشيلها عن بالنا. اللي ما تزوجت بال 25 بال 24 تتزوج بال 30 بال 35، بل كم من مرأة انتظرت إلى سن ال 40 و 45 والله عوضها خير، وكم واحدة أخذت يعني بعض التجار والله رزقها ملايين لأن اختارت صح. تبي واحد عنده مال تنتظر أبو مال، تبي أبو أخلاق تنتظر أبو أخلاق. أما يتقدموا لها 20 وهي جميلة تدلع إلى أن يوصل عمرها 43 44، هني يصير المعيار خلنا لحق أجيب لي ولد، وهذه كارثة. أنا أبي أوجه يعني سؤالي حق زميلتي إيمان، أبي يعني مهم بالنسبة لي رأيك في موضوع يعني القطار هذا اللي يطوف، كونك يعني مرة وسيدة. أكثر جملة أسمعها بين أو متداولة فيما يخص زواج الفتيات إنه لازم تتزوج صغيرة، مو لأن هي ناضجة أو قادرة على يعني إن هي تكون أسرة وترعى هذه الأسرة والأطفال، ولكن لأن المرأة لها خلينا نقول سن معين عشان هي تقدر تنجب، ودائما يربطون سن المرأة في يعني خلينا نقول إنجاب أطفال أصحاء. هذا الأمر ترى ما هو دقيق 100%. صحيح أنه في دراسات تتأكد أن الإنجاب في عمر أصغر يعني أفضل، ولكن في هناك كثير من الحالات الموجودة اليوم في عمر صغير أنجبت أطفال من الاحتياجات الخاصة أو غيرها. صحيح. فلذلك اليوم إحنا هذا الربط خلينا نقول مو دقيق 100%. الأمر الثاني، اليوم الطب تطور، يعني اليوم حتى السيدة إذا تزوجت في عمر خلينا نقول حتى في عمر الثلاثينات أو غيره، اليوم اللي تبي تنجب توأم تقدر، اللي تبي ثلاثة تقدر، اللي تبي أربعة تقدر. الطب تطور، ما عاد هو نفس الأول. واليوم ما شاء الله حتى بناتنا في عمر الثلاثينات والأربعينات أصغر من عمرهم، وتشوفها ما تصدق إن هذا العمر الحقيقي. لكن هذا يجرنا لسؤال خلينا نقول جوهري، في أي عمر خلينا نقول يصبح الإنسان قادر على الزواج؟ يعني هل في عمر معين؟ أنا أشوف في مجتمعنا الكويتي قاعد يربطون هذا الأمر في 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 مراحل عمرية معينة. يعني البنت نفس ما ذكرت بعمر أن هي لازم تتزوج عمرها 23 24، ليش؟ لأن محيطها تزوج. إذا محيطها كانت اختيارات خاطئة. أنا مروا علي بنات والله العظيم إحنا نسعى في 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 قضية طلاقها عمرها 19 ومعها عيال 2، متى تزوجت 17 سنة؟ ليش؟ ليش يعني انا ماني شايفه يعني احنا في سباق مع الزمن ان تزوج عمرها 17 18. دائما الجمله اللي نسمعها من الكبار انه خلي يكبرون معاك يربون معاك. زين هو يمكن خلينا نقول ربا في بيت ابوه ما يطر شيء يعني يشتري حتى خبز من الجمعيه، ما عنده مسؤوليه تقول له يلا افتح بيت. يعني اليوم احنا عشان نتكلم عن العمر وعن 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 السن المناسب للزواج، لازم في البدايه نتكلم عن النضج. والله في ناس وصلوا لمنتصف الثلاثينيات واحيانا الاربعينات مو ناضجين، تقعد تقول يعني شلون هذا فاتح بيت، شلون مرتب تحملته، او حتى احيانا البنت نفس الشيء. اتفق معك زميلتي ايمان، ولكن خلينا نتفق كلنا على مبدا او على شيء ثابت وهو شيء نسبي، موضوع الشباب متى يتزوجون أو متى نضوج الفتيات. طبعا هذا نسبي من بيت لبيت. أنا أشوف أختي في سن 16 و17 هي سيدة منزل، يعني قادرة تفتح بيت، قادرة تنجب، قادرة يعني مرأة مطبخ، الدش تبيض الوجه نفس ما يقولون بالكويتي برمضان سنعة سنعة. وبعضهم نفس ما تفضلت زميلتي إيمان، لا والله واصلة 35 و40 يدوبك تسوي بيض ماي. فهو شيء نسبي من بيت لبيت، لكن هذا دور الأم الرئيسي في قرص المسؤولية المجتمعية والأسرية في البنات، وأيضاً دورنا إحنا كآباء بتنمية مهارات أبنائنا، أمانة، صدق، واجباته كشاب في اتجاه خواته في البيت، اتجاهنا إحنا كآباء وأمهات. هني تتولد عندنا فكرة هذا ولدي ناضج وجاهز. أنا مو ضد إنه يتزوج مبكر
ويمكن من بداية حياتي لليوم عندي نماذج كثيرة من الشباب ما شاء الله عيالهم أطول منهم وأكبر منهم نجحوا في قرس هذه المفاهيم، يكون يعني ما يكون اتكالي، يكون على قدر المسؤولية، بل الولد أحسن من الأب، شايل هم خواته بالمدارس، شايل هم ماكرة البيت، يوجب ربع أبوه لسافر أبوه يسد مكان أبوه، هذا مريض، هذا متزوج. لذلك دورنا مهم في هذه التنشئة. ولكن الجميل في الموضوع ان الوقت الحلو دكتور دائما يطير بسرعه، راح اعطيك مجال بس الحلقه القادمه تابعونا في برنامج اسأل القانون. كل الشكر لكم، مع السلامه.